الحي مره عنده 18 لقب، حي مره كنظن التجربه اللي عند حي مره المدرب اللي معهم معهم الحي مره ما لعبوش معهم المدربين اللي عندنا اكفاء في المغرب. دابا الحي مره دات 18 تيتر مع الرجاء، لعب في كاع القارات، لعب في اوروبا، لعب في اسيا، لعب في افريقيا، لعب في المغرب، لعب مع 18 مدرب. ومعروف على الحيمر انه انسان كان مواظب بعدا هو في التمارين ديالو، وكاع اللعاب اللي كيكون مواظب في التمارين ديالو تيكون مدرب ناجح. والدليل مارادونا راه ما كانش كيتسند حتى شي مدرب، راه ما جاش مدرب. واخا بوشاي مباركي رئيس الشرفي، كيفاش ندير التعامل، نطاق التعامل، شنو هي العلاقه بيناتكم باش كيعطي الفريق؟ بوشاي مباركي اخ ديالي كصديق كاخ، ولد منطقه حد سوالم، غيور على منطقة حس سوالم. ملي سمع بان النادي السالمي تبدل فيه المكتب هذا، هو عيط تلقائيا من نفسه وعطى مساعدات مادية للفريق، وتعطي مساعدات معنوية، والوقت اللي بغى الفريق تعيط له تلقاه. السلام عليكم. السلام. رضوى الحمر. شرفين. أول تجربة ياك؟ نعم أول تجربة. كيفاش اتصلوا بك نادي السوالم؟ وحقيقة أنا كتصل بي الرئيس، يعني الرئيس كان تغيير ديال المكتب وتغيير ديال الرئيس، الرئيس باقي جديد وجون بشايب بن الشيخ اللي جا عندي، وكان صديق ديال اللاعبين ديال الرجاء البيضاوي في الفترة ديالي، كان أوسكار صديق ديال زكريا عبوب ديال بشايب مباركي، ومن شد الفريق قال لهم اتصل باللاعبين، قال لي راه بغيت أنا شديت فريق ديال حد السوالم، هو ولد المنطقة، وقال لي راه يعني قال لي بغيت شي المدرب يعني فهمتي يكون يعاوننا، وكن قالوا لي راه بلا ما نشكر راسي، قال لي الدراري كاع قالوا لي راه حيمر، يعني زكريا عبوب وبشاي مباركي قالوا لي اتصل ب خاصة هو بشاي مباركي ولا رئيس منتدى ديال نعم رئيس الشرفي نعم كيساعد الفريق كذلك نعم يعني. ومن تا جا اتصل بيا درت مع واحد اللقاءين، اول حاجه قلت لي انا هذا عالم الهوات ما صعيب يعني كيعاودوا عليك كتشوف اللقطات ديالكم وداك الشيء عالم اخر، قلت لي انا ما غاديش ندير شروط، قال لي اللي درتي اللي بغيتي حنا قابلين لها، انا ما هضرش مع الماديات. لو انا قلت لي اول حاجه نخدم بواحد الجو، انه حيت انا 12 عام وانا لاعب في الرجاء البيضاوي في الفريق الاول، ما عمرني عشت هاد الاجواء، عمرني ما قلت لي جو غادي يكون اول حاجه يكون واحد الناس اللي ها اللاعبين يجوا في الوقت، اللي ما جاش ياخذ امون ما يجيش هذا ويلعب، ما كاينش هذه زعما ما يجيش لحد 11 لونطريما، يعني فرتي الشروط شيئا ما اللي كتوفى فريق نخبه شيئا كماتريال جديد، يعني بالونات ماتريال باش يخدموا حافله اللاعبين يجوا بلبسه واحد وحده يدينوا بها موحده. بدوره معزز مسؤولو فريق وفاق بوزنيقة تركيبتهم البشرية بلاعبين مجربين قادرين على رفع التحدي ضمن شطر يعتبر الأكثر تنافسية ضمن بطولة الهوات. ان شاء الله ها ما فيها شك، لانه ادوميسيل بروني لي بوين دي بي ان شاء الله. حنايا هنا بور لي 3 بوين اون دراري كلهم دي زومبيسيو دراري، اش معنى كاين 3 بوين ان شاء الله. عندكم امكانيات باش تديروا؟ عندنا امكانيات تقال الدراري اللي تنتمناهم، دابا كل شيء حنايا موجود وكل شيء الامكانيات حتى المكتب وكل شيء اللي داير لهم ذاك المستوى تاع جروب ستركتوري مع المتزعمين اللاعبين المتزعمين عندنا الفرق ديالنا حنايا كاع ليكيبيه ديال ستركتور ما تتخدم حتى شي فرقه ما خايفينش ما خايفينش. خذ لي بوانتي رجل يمنية تيري انا زعما كاينش، انا كنقول لاعبين ما عمرني قلت لهم لعبوا خطه دفاعيه، كنجيو اي ماتش كنلعبوا كره نربحوا ولا خسروا المهم نلعبوا كره، حنا جايين اول حاجه للرباح، ما كاينش غير نرجع للور، لان قسم هوات اش ترجع للور، ما لاعب لا الي لا روتور، ما لاعبش مع فريق كبير من القسم الاول، لا ما كاينش فرق اللي غيخلعني ولا شي حاجه، علاش غادي نلعب؟ نلعبوا كره، حنا كره ما 11 ما كاينش كما قلتي اللي شي، انا كنقول ونعاودها شي جمهور غابير اللي كيستاند بداية المباراة كادت تعرف هدف السبق للوفاق بعد تمريرة في العمق من يوسف الطاهري، إلا أن محمد الصبار لم يحسن التعامل مع الموقف وأخلف الموعد مع الشباك. ثلاث دقائق بعد ذلك ستطالب عناصر النادي السلمي بضرب الجزاء بعد إسقاط عصام بابا داخل مربع العمليات، والإعادة لا تحتاج لتعليق. مصطفى والتشامى لم يعلن عن شيء فيما احتج رضوان الحيمر بشدة على قرار الحكم. لاعبو النادي السالمي واصلوا اندفاعهم الهجومي، إلا أن سمات الدفاع الوفاق شكلت سدا منيعا.
هنا سوء تفاهم بين عبد الواحد عزة وزميله كاد يؤدي المحليون ثمنه غاليا. مسلسل التوتر سيتواصل هذه المرة، الحكم سيتدخل لينذر مدافع وفاق بوزنيقة. آخر خمس دقائق من عمر الشوط الأول ستعرف فرصة سانحة للوفاق، إلا أن المهاجم لم يركز بما فيه الكفاية. رد فعل الزوار جاء سريعا، لكن صفة التركيز ظلت هنا أيضا غائبة. دراري لاعبين احسن منهم، لاعبين احسن منهم، حاطين كورة هما اللي كيلعبوا على طويلة طويلة، فهمتي؟ ما تصيدوش الدراري، ما ديروش لي فوت في الجناب، فهمتي؟ ما نقلبوش راهما كيقلبوا على شي كافوياج، لاعبين احسن منهم، حنا لاعبين كورة، لاعبين كورة هما لاعبين لعب ديال الهواز، بوت 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 بوت، لعبوا كورة حطوها حاطين الأرض، ضيعنا ظلمنا في بينانتي باينة، راه الدراري كاع شافوها، أنا كنت نخش فيها حمراء، بينانتي كريساه ضربوا، فهمتي؟ ولكن اللي عطى الله هذا، هذا هو التحكيم ديال الهواز، الظلم. ولكن نساو الميطة الثانية، نساو الميطة اللي دخلوا الدراري، دخلوا باش ديو 3 بوان، حشومة ما ديوش 3 بوان من هنا، الفرقة ما كيديروش 3 بوان، ما كيديروهاش، يلا بيان جوي، الدراري ما تصيدوش، ما نديروش لي كوفرون، نلعبوا فوقهم، نلعبوا كما لاعبين عندهم، عندهم. إلا ما تخليتها تجي لهنا تيلعب طويل هذاك الشيء اللي بغاوها، تيدوز، تدوز الكرة وسكيرة، أش تيوقع؟ هذا تيفي يدفر هذاك، عندهم لي زاتاكون صحاح تيدفروا، وتوقع لك هسا توقع لكم هنا لا بانيك، شنو هي لا بانيك؟ تدهشوا تديروا لا فوت. كون تخدموا أنتم، الوقيتة فاش تديروا عليهم لا بريسينغ عندهم، أش تيوقع؟ أش تيوقع؟ لو تيضربوا هادشي أش تيوقع؟ وطبقوا. ما تخليهمش يلعبوا طوال حيت لافور ديالهم ما تيلعبوش ما تيطلعوش يديروا لي زوتوماتيزمات من لي من اريير لاتيرال دي دوبلومون ادروات اغوش نقولوا ما تيشدوها توقف تيضربها طويله مع التيران كبير تيضربها طويله هنايا هنا في الاول كانوا لاعبين على اليسار. الشوط الثاني سيشهد تراجع في اداء لاعبي النادي السالمي بالمقابل عرف اندفاع المحليين وهنا ياسين سلامه يضيع بكل بشاعه. الدقيقة 65 ستشهد طرد محمد الطوسي بعد تعمده الخشونة في حق لاعب النادي السالمي. الدقيقة 86 كادت تعرف هدف التقدم للوفاق بعد أن نفذ سعيد العدناني ضربة خطأ مباشرة بكل احترافية، لكن تدخل عمر الكروشي كان حاسما. ما تبقى من عمر المباراة عرف فتورا في أداء الفريقين معا، لينهي الحكم التشام المباراة على إيقاع البياض نتيجة وأداء. عينا راك كنتي كتسجلها كون عطانا من الاول بينانتي والفرقه الاخرى ما ترجع تدخل تلعب وغادي الماتش نقدروا حنا نزيدهم الثاني الثالث حتى هما ما يبقاوش في الدفاع غير يلعبوا باش يهاجموا. ولك شتي بينانتي حيت جات الدقيقه 3 ما بغاش يعطيه لينا. المره الاولى كانت عيز معاهم شويه، المره الثانيه لعب حكم لعب في الميطه الثانيه كان في مستوى اللقاء كان مستوى ما كان حقا ما كان فيه شي حتى شي حاجه خايبه. حنا ضيعنا فرص ضيعنا يعني كانت واحد النتيجه ديال الانتصار اللي ضيعناها حقيقه من كانت واحد الكره ديال الخطا ديال الحارس اللاعب كان نورمالمون شدوا يعني كان العقل انا كنقول لك بين العقل من شدوا شدك الحارس كنت طيح بينانتي انت طمعتي بغا يماركي والاخرين كاينين تما كون طاح كون ضربه جزاء وانتصروا ولكن الكره هي هذه التعادل حق قطع الهزيمه حنا جينا باش ننتصروا ولكن الكره هي هذه. شكرا شكرا رضوان ميرسي بوكو. الخصم اولا ما تنعرفوش وخصني نلعب هكاك نلعب الاحتياط علاش باش تعرف الخصم اشنو كيفاش تيلعب ما خصكش تغامر باش طلع الى غامرتي ما تتعرفوش يمكن يكون عنده الدراري رابيد وفعلا وفعلا كون غامرنا عندهم شي لاعبين في الهجوم في مستوى مزيان في مستوى في الشوط الثاني بان لي بينهما من الناحيه اللي قلب بدني هبطوا وخونا وخصني نلعب على عندهم هما دابا واحد اللعب كيف تنقولوا حنا في الفوتبول عندهم فوتبول ديريكت تيشدها وتيلعبها طويله تيشدها وتيلعبها طويله حنا حاولنا هذاك اللعب طويل نحبسوهم عندهم وهذا الشيء اللي وقع.